لنا هاتفيا الاستاذ احمد كامل البحيري، مسؤول الاتصال السياسي بحمله الاستاذ حمدين صباحي. مساء الخير يا استاذ احمد. مساء الخير استاذ رشا. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بحضرتك استاذ احمد. كانت هناك انباء عن اجتماع لحمله حمدين صباحي في الساعات القليله القادمه، هل هناك جديد اسفر عنه هذا الاجتماع ولا هذه انباء غير صحيحه؟ لا غير صحيحه، ما فيش اي اجتماع. الطبيعي هيبقى في اجتماع مع انتهاء اليوم الانتخابي، او اذا طرأ جديد خاص بالإجراء العملية الانتخابية، لكن حتى ذي اللحظة لا يوجد على جدول أعمال الهيئة العليا للحملة أي اجتماعات خلال الساعات القليلة القادمة. طيب استاذ احمد، بما ان حضرتك معانا عايزين نفهم من حضرتك شويه حاجات. يعني اتقال امبارح ان كانت في ضغوط من بعض القوى الشبابيه في حمله حمدين صباحي له بالانسحاب من هذه الانتخابات، ويمكن في مصدر في الحمله، انا الحقيقه مش عارفه مين المصدر بالظبط، لكن قال ان حمدين صباحي قرر الاستمرار في هذا السباق حتى لا يعطي فرصه للاخوان او للغرب استغلال هذا الموقف. ايه اللي كان بيحصل جوه امبارح في اروقه الحمل؟ طيب خلينا اقول لحضرتك، يعني هو الموضوع محتاج اكثر حد. واحد، خلال اليومين اللي فاتت دولت بالفعل يعني حصل لمندوبينا كثير من المضايقات، وصلت الى مرحله تجاوزات حقوق المندوبين المنصوص عليها، وصلت ان عندنا ناس تروح نيابه عسكريه، ويبقى عندنا طرد من اللجان، وكل ده مثبت في محاضر رسميه ورفعت اللجنه العليا للانتخابات بشكل كبير. كان اخرهم ان امبارح حوالي 24 شاب يتم القبض عليهم وضرب 3 منهم بشكل عنيف ويتم نقلهم من المستشفى. ده كان مرحلة ان انا في الاخر اصبح هناك نوع لا اخلاقي، ونوع انا الشباب عندي اصبحوا سائرين بشكل كبير جدا من كثرة ما يتم اتجاههم من تجاوزات بشكل كبير. وصل الى مرحلة ان يقبض على هذا العدد من كثير وطرد عدد كبير جدا من الرجال. طب اسمح لي احمد للموضوعية، انت بتقول ان في عدد منهم تم القبض عليه وحالته للنيابه العسكريه، ليه النيابه العسكريه؟ اقول لحضرتك ليه؟ ان هو كان قاعد جوه اللجنه، فحد دخل الصوره للمرشح المنافس فرفض الصوره، فحتى القاضي قال له مظبوط تمام تمام. فالضابط اللي واقف على باب اللجنه خلاص بيتريق عليه، يعني ازاي يعني تعمل كده؟ فالثاني يرد عليه، فيروح قابض عليه يعتبر مشدد، فيقبض عليه فيوجه له تهمه اهانه لفظيه لضابط جيش. هو ضابط جيش كمان على ما يبدو. يعني خلاص يعني لا مش كده، لا مش كده، لا ده كده يعني ده كده كتير. اما حد يخرج بره يقول يا انت حضرتك شغال دعايه، المفروض القانون بيقول 200 متر من باب من مقر الانتخابات يكون في دعايه، اما الاقي قدام الباب فيطلع حد من المندوبين يقول ده مخالف للقانون فيتم طرده من اللجنه من الموت. يعني اصبح الموت. طيب انا قلت للمستشار طارق شبل وكان معايا من شويه ان حمله حمدين صباحي ترى ان هناك تعنت مع مندوبيها، لم يكن في لجنه ولا اثنين لكن في عدد من اللجان. قال لي تفاعلنا سريعا مع كل الملاحظات اللي ابدتها حمله حمدين صباحي، وقلنا لما تم منع مندوب من الدخول عشان ما كانش معاه الكارنيه او الاي دي الخاص بيه، قلنا للامن انه هيدخل ياخده من جوه، وتفاعلنا مع الموضوع سريعا. ايه ردكم على هذا الامر؟ انا خليني اتفق مع حضرتك يا استاذ رشا. اتفضل. ان اغلب الحاجات اللي تم مش من قضاه على فكره،